بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم كتاب في حياتي. سعدني أعزائي المشاهدين أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور محمد محمود عبد الجليل، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا بيكم. سعداء أن حضرتك تكون ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج كتاب في حياتي. أهلا وسهلا بيكم، شرفت المكان وإضافة لينا وبكم. يا ريت في البداية دكتور محمد نتعرف على سيرة سيادتك الذاتية من بداية يعني مراحل التعليم المختلفة حتى وصول سيادتك لهذا الموقع كمدير معهد بحوث البساتين. هترجعني ورا قوي يا دكتور يعني، بس نرجع ورا شوية. أكيد ذكريات جميلة. جميلة نسترجعها مع بعض. أنا حصلت على الابتدائية من مدرسة اسمها مسلمة الابتدائية دي في مصر القديمة تحديدا، وبفضل ربنا كنت الأول على المدرسة وكنت الثاني على المنطقة التعليمية. الإعدادية أخذتها مدرسة جنبها اسمها المعهد العلمي، دي جنبها. الثانوية العامة أخذتها من مدرسة الفسطاط الثانوية، وسبحان الله على يعني تدابير القدر زي ما بيقولوا، جالي أكتر من كلية، ولكن يعني اختيار الزراعة ما يعني انا ما اعرفش يعني انا وانا برتب كان اخويا الكبير اللي هو حمدي، اخويا الكبير ده الله يرحمه يعني كان بمثابه الوالد لينا، فهو اللي رتب لي وقال لي يعني انت اتجاهاتك، كانوا يعني الناس مستنيه بقى واحد يدخل طب، يدخل صيدله، يدخل هندسه، وكان اول سنه اطبق فيها موضوع علم علوم وعلم رياضه في السنه بتاع الثانويه العامه بالنسبه لي. فقلت له يعني انا هدخل زراعه، فبقى يعني واخد الموضوع بشكل يعني مش عايزني ادخل زراعه، يعني كان مجموعي يدخلني اكتر من كليه. هو قدر ربنا سبحانه وتعالى يمكن بيكتبه، دخلت الكليه الحمد لله، يمكن تقديرات كانت كويسه بفضل ربنا. اتخرجت دفعه 81 بكالوريوس زراعه بستين فاكهه، اخذت ماجستير 88 بساتين فاكهه جامعه القاهره، برضو دكتوراه 92 بساتين فاكهه. اترقيت او مش ترقيت يعني كلفت بوكيل المعهد للبحوث في 2011 تحديدا 11/2011، ثم جاء التكليف بتعييني مدير للمعهد بالتحديد في 19/10/2013 الماضي. ده كده يعني لو انفجر عن يعني دخول حضرتك لكليه الزراعه عن رغبه حقيقيه ملوش علاقه بالمجموع ولا بمكتب التنسيق، هو كان يعني حضرتك رغبة. كنت فعلا راغب كليه الزراعه؟ هو كان لي رغبه، انا كنت من هواه البيولوجيا قوي يعني، كنت غاوي جزء علوم الحياه، علوم الحياه، فلقيت ان هي اقرب كليه يعني ابقى فيها عايش ومستمتع. يمكن الغريب ان انا الترم الاولاني جالي ترشيح لزراعه عين شمس، فنقلت لان انا ساكن في مصر القديمه قريب يعني منطقه دير النحاس لو حضرتك تسمع عنها يعني بتاعت الفيلم المشهور ده، انا ساكن في هذا الحي، فكان بيني وبين كليه زراعه القاهره يا دوبك اعدي كوبري الروضه وعندي كوبري الجامعه، بقيت في الكليه عين شمس بعيد عني. فخدت في القصه دي حوالي شهر ونص قبل ما تم تحويلي. فالترم الاولاني كان تقديراتي كلها يعني الخمسه مقبول، فكانت بالنسبه لهم حتى وبالنسبه لي صدمه يعني، بس انا طبعا اشتغلت اللي هو شهر ونص. الترم الثاني كان كل تقديراتي ما بين امتياز وجيد جدا في الترمتين، فرفعت التقدير في السنه الاولى. كان فعلا رغبه وهوايه اني بعد كده بدا بقى حب الكليه، لما بدا الواحد بقى يتعامل مع الكليه، لا فعلا الواحد حب الكليه، وانا بعتبرها الكليه دي كليه الحياه زي ما كليه الحقوق، كليه الحقوق برضو كل انا بعتبر الحقوق برضو كليه الحياه، بحكم الواحد لو يعرف هو واجباته، لكن الكليه دي تحديدا هي فعلا كليه الحياه. طب ولماذا قسم الفاكهه بالذات؟ ليه الفاكهه؟ الاتجاه في ثانيه بالتحديد كنت عايز انقل يا ادخل يا اما انتاج حيواني، لكن ماده من المواد ما سعفنيش فيها التقدير، فلقيت الاتجاه الثاني ان ادخل شعبه الانتاج النباتي وهي محاصيل وبساتين. الاتجاه بتاع بساتين يمكن كنت حابب الزينه والمشاتل فخدت الاتجاه بتاع بساتين على اساس اني اتخصص بساتين. بساتين في الكليه عندنا رابعه يعني يا محاصيل يا بساتين. فجينا بقى بعد ما خلصت رابعه وجيت تعينت هنا، يمكن دخلت المكتب ده هو الله يرحمه استاذنا الدكتور صلاح. اول ما دخلت قال لي انا هوديك خضار، قلت له انا عايز اشتغل زينه،
او فاكهه يعني. قال لي الزينه، والزينه مليان، فانت قدامك يا خضار يا خضار يا فاكهه. فاخترت اني ادخل قسم او شعبه الفاكهه، ودخلت في قسم اللي هو الفاكهه المساقطه الاوراق، اللي هي بتشمل محاصيل التفاح والكمثرى والبرقوق والخوخ والمشمش معهم الكاكي. ويمكن كل شغلي كان على في الماجستير والدكتوراه على تقييم اصناف جديده داخل مصر بالنسبه للخوخ، وكان في الدكتوراه على زياده انتاجيه الكمثرى ببعض المعاملات الامنه بشكل او باخر. ده كان يمكن الاتجاه. اهم الابحاث يا دكتور محمد، الابحاث الاخيره اللي تخص محاصيل الفاكهه يعني، او تخص حضرتك يعني، هل ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ هي في يمكن خلال الفترة اللي فاتت، عشان تبقى الأمور واضحة، ويمكن ده حتى كان اتجاه عندي وفكري من أكتر من 15 سنة، يمكن أنا من فترة كبيرة من 86 يعني بنزل الأراضي الجديدة الصحراوي بالتحديد، ما بين ان اخويا لي مزرعه، ابن خالي لي مزرعه، انا مع زملاء ليا كنا واخدين مزرعه في جمعيه البحوث. فاحتكاكي بالارض كان يمكن مباشر من 86. وده طبيعه عمل كل اساتذه المركز يعني، احتكاكهم بالارض احتكاك مباشر وبالفلاح. دي حقيقة مباشر. لما بتزرع كمان حضرتك بايدك وبتقابلك مشاكل، وانت اللي بيجي عليك وقت، انت اللي بتدفع او اخوك اللي بيدفع الفلوس، فبيبقى الموضوع غير لما بتبقى رايح لواحد هتبص له على مزرعه وعلى حاجه يعني. وارد، انا بقولها كجانب انساني يعني، لكن نزول الواحد المزارع بدات تبان قدامنا مشاكل كتير. طبعا المشاكل دي بقت بتتنقل عشان نلاقي لها حلول. انا افتكر ان وهو ده البحث العلمي، قابلتني مشكلة في التفاح، ان كانت الثمرة تبص حضرتك تلاقي فيها مطب كده على سطح الثمرة، مطب كده مش باين من بره. انا فضلت انا واستاذ ليا دكتور نجيب سامي، يمكن فضلنا في القصة دي سنتين بناخد الثمار ونروح مع امراض ونرجع، لغاية ما اكتشفنا في الاخر ان هي عبارة عن نقص عنصر الكالسيوم، ويمكن اشتغلنا عليها بعد كده رشينا فلقينا الظاهره اختفت. اللي بقصده ان لما عملنا الكلام ده من خلال الندوات والكلام ده، اختفت هذه الظاهره بشكل كبير. طبعا نقطه زي دي ممكن تبقى مشكله في التصدير. في التصدير، وطبعا رش الكالسيوم والكلام ده كمان بيطول الشيلف لايف بتاع او العمر التخزيني بتاع الثمار. وبعدين انت حضرتك جرجرتني للعناصر او للكالسيوم تحديدا. الكالسيوم كعنصر نباتي من العناصر اللي بنقول عليها الليزي او العناصر الكسوله، عنصر كسول في حركته داخل النبات. حرك داخل النبات في اتجاه واحد باعراض نقصه لو بانت، هو من العناصر المتوسطه المفروض اعراض نقصه تبان على الورق القديم، لكن هو الوحيد اللي يبان على الورق الجديد. لان انتقاله بينتقل في اتجاه واحد، لو نقص يبان على الورق الجديد. انتقاله من الورق للثمار بالعافيه. في عنصر تاني بيحركه يعتبر وزير المواصلات بتاعه، اللي هو البورون. دايما نقول البورون والكالسيوم عامل زي الطوب والمونة. انا ممكن اعمل حيطه تبقى جامده، بس لو ما حطيتش مونة، لو اي حد سند عليها طبعا، ده الكالسيوم والبورون. يمكن الكلام ده فتح معانا حاجات كتيره اللي نقلنا بقى بيها ازاي كلام علم مكلكع كده، انقله المزارع، ياخد المزارع الكلام ده هو يستخدمه، يرجع له في الاخر فلوس، لان انت حضرتك عارف المزارع يومه في الاخر ايه اللي هيدخل جيبه. فازاي نطوع البحث العلمي لانه يبقى بحث تطبيقي، ده دور اساسي لمركز البحوث الزراعيه. يمكن من اهم البحوث اللي اتعملت، احنا عارفين انا يمكن زي ما بقول لحضرتك من 15 سنه كمجموعه كده بنفكر بفكر واقعي. العالم داخل على، مش احنا بس، مش مصر، العالم داخل على ازمه ميه، نقص ميه، على مشكله سالينتي ملوحه، على مشكله تغيرات مناخيه، الكلام ده بنقوله من 15 سنه، وعلى موضوع الفود سيفتي او سلامه الغذاء. الاربع نقط دول هم اساس المشاكل اللي لو اتحلت هذه المشاكل هنلاقي يعني هنعرف على الاقل نوفر غذاء ونوفر ميه للاجيال اللي جايه. أكيد. يمكن الاستراتيجيه بتاعت 2030 تك على موضوع انه يبدا يقلب ميه الري من فلاد ريجيشن او ري بالغمر لري بالتنقيط. الغرض منها ايه؟ يوفر ميه يستصلح بيها مساحه جديده. اللي هو مشروع تطوير الري الحقلي اللي شغالين. اللي هو مشروع تطوير الري الحقلي. احنا لو بصينا بقى للنقط الاربعه اللي بقول لحضرتك عليها، انا عملت بحوث كتير على موضوع الريب ريجيشن بالنسبه لاشجار الفاكهه، وكان السؤال اللي دايما بيجي في ذهني، هل الموضوع موضوع
مسافة ولا موضوع ديستريبيوشن انتشار للمية ولا كمية مية؟ طيب فعملت الكلام ده في يمكن في قوس ترقية الأستاذ المساعد والأستاذ كان شغل على المية. في موضوع التغيرات المناخية يمكن خلال الفترة الأخرانية وجهت ناس كتير، وأنا وكيل المعهد للبحوث والدراسات العليا هنا، يمكن واجهت زملاء كتير ليا للموضه الجديده، مش موضه يعني، الاتجاه الجديد اللي طالع اللي هو استخدام بوتاسيوم سيليكيت او سيليكات البوتاسيوم. احنا عارفين السيليكون ده عباره عن ازاز، فبداوا بيتعمل بوتاسيوم مع سيليكون وترش بالنبات، بيعمل وقايه لحد كبير، بيقلل البخر وبيعمل وقايه من الاصابه الحشريه والمرضيه، فبيقلل استخدام المبيدات الى اخره. ده مفيد جدا بالذات في الاصابه الحشريه الخاصه بالحشرات ثقاب النصر، الثاقب ماس، الاصابات المرضيه، لان هو حتى الاصابه المرضيه ما ينفعش انها تحط المماس بتاعها تعديه ازاي، ده ازاز فما بتعرفش تعدي. جنب الكلام ده هو وجود البوتاسيوم، ما انت عارف حضرتك الدور بتاع البوتاسيوم هو اللي بيتحكم في فتح وقفل الصغر، العنصر الوحيد اللي بيتحرك لوحده داخل النبات، نقل الكربوهيدرات، نقل السكريات، فحسن كمان من المواصفات الثمريه. فتحسين المواصفات الثمريه بيطول الشيلف لايف، ده يمكن الاتجاه الجديد اللي حاصل خلال الفتره الاخرانيه. يمكن يوم السبت اللي فات كان ليا الشرف اني ناقشت رساله دكتوراه في كليه العلوم جامعه الازهر لطالب من الطلاب بتاعي في الماستر، بس هو في الدكتوراه سجل على موضوع تاني، كان على استحساس المقاومه، يعني ازاي اخلي النبات يتحس المقاومه بحيث ان لو رش بماده طبيعيه انشط الاميونتي سيستم او جهاز المناعه داخله، فلما الجهاز المناعي بداخله يقوى بالتالي هنبص لايه؟ يقدر يقاوم الفيروس. احنا عارفين ان اصابه الفيروس الحل الوحيد بتاعها التقليع، لو بدانا بدري ممكن اقوي الجهاز المناعي بتاعه فيقدر اعمل له شكل من اشكال الحمايه او مقاومه المرض الفيروسي بشكل او باخر. حضرتك الحقيقه ذكرت يعني نقطتين اللي حضرتك ذكرتهم مهمين جدا بالنسبه لانتاج محاصيل الفاكهه في مصر والتغلب على هذه المشاكل. هي مش فاكهه وبس، يعني سيليكات بوتاسيوم اللي اتكلمنا عليه ده يشتغل خضار، يشتغل فاكهه، يشتغل محاصيل حقليه، يشتغل مع كله، لان هو انا بتعامل مع عنصر نباتي. بس انت حضرتك عارف يا دكتور ان العناصر الغذائيه عباره عن عناصر كبرى ومتوسطه وصغرى اللي هم ال 12 عنصر، ما كانش فيهم السيليكون خالص. كان في فتره اخرانيه بدا يدخل عناصر كتيره منهم السيليكون، بداوا الناس يعرفوا قيمه هذا العنصر الى اخره. دي نقطه من الحاجات المهمه جدا. احنا بيجينا مشاكل كتير جدا، الناس توسعوا في زراعه الرمان، بدات تقابلهم مشاكل في زراعه الرمان، الحمد لله وشكر الله. يعني موضوع الكراكنج او التشقق وموضوع السنبيرن اللي هو لسع الشمس في الرمان، كان الناس في قسم الزيتون وفاكهه المناطق الشبه الجافه تمكنوا من انهم يتغلبوا على هذه المشكله، ودي كانت عامله ازمه. طب مردود ده ايه؟ مردود ده ان يبقى عندي كميه ثمار صالحه للتصدير بتزيد ويزيد عليها الباقي. النقطه اللي عايز يعني اقولها في الجزئيه دي كمان، ان احنا كناس بتوع بساتين احنا حضرتك ما عندناش مشكله نقص محصول بشكل او باخر، احنا معظم المحاصيل بتاعتنا طماطم عاملين 147% او 150% من المستهدف من الانتاج، الرمان اللي كنا مستهدفين الانتاج بتاعه ل 20-30 عديناه. فاضل بس نقطه مهمه جدا، موضوع اني ارفع الكواليتي او احسن الجوده، ودي نقطه في غايه الاهميه، ويمكن اتجاه المعهد خلال الفتره اللي جايه ماشي في هذا. والنقطه دي مهمه كمان لعمليات التصدير. ليه موضوع التصدير؟ وطبعا ده مرتبط تحسين الجوده بالنقطه الاخرانيه اللي هي الفود سيفتي، ازاي اطلع منتج يكون الكواليتي الجوده بتاعته عاليه وفي نفس الوقت ما يكونش فيه اي متبقيات لاسمده. ما هي معامله صعبه يا دكتور محمد الحقيقه، يعني ازاي انك انت توفر المنتج بغزاره وفي نفس الوقت بجوده عاليه؟ يعني طبعا نظرا لمعدل الزياده السكانيه في مصر والاحتياجات للخضار والفاكهه طبعا بيزيد بسرعه عامه، وحتى الان احنا الحمد لله ما عندناش، نكاد نكون ما عندناش مشاكل في الخضار والفاكهه، واعتقد ان اسعارها حتى بالنسبه لدول العالم تعتبر اسعار يعني مناسبه يعني بالنسبه لينا يعني حتى في مصر. فهي برضو معادله صعبه ان انا ازاي احقق يعني انتاج غزير وفي نفس الوقت يكون بجوده عاليه. ده يمكن بقى الدور بتاع ان احقق انتاج غزير عن طريق شغل التربيه، ولما اقول شغل التربيه مش عايز الناس تخاف، انا بتكلم على التربيه يعني بهجم اصناف باصناف،
لا بتجيب فشل في لا لا اقدر لا في لا كلى ولا طبعا في كبده، طبعا لان الكلمه يمكن بتبقى واصله للناس بمفهوم غلط يقول دي مهجنه دي. لا، التهجين حاجه، والشغل بتاع الجيناتيك الهندسة الهندسه الوراثية الوراثيه حاجة ده تانية. حاجه تمام تانية خالص. تمام احنا تهجين نبات مع نبات، وباخد حبوب لقاح بتاع مع البويضه بتاعت دي، ده شغل التهجين اللي بنطلع. وبعدين هو الموضوع قديم شويه، يمكن في الستينيات الناس قالوا ان العالم داخل على تغير مناخي كبير وهتقل، وبداوا يوجهوا العلماء بتوع التربيه لانتاج اصناف عاليه الانتاجيه. يمكن قابل القصه دي ان احنا بنقول ليه الفراوله بتاعتنا اختفت المصري وظهرت الفراوله الثانيه. الفراوله بتاعتنا كانت بتدي من 3 ل 4 طن، وهم بتدي 5 طن. الاصناف الجديده يمكن بتدي 30 و35 انتاج طن. غزير. فهنا مع التكلفه العاليه بدا الفلاح يلجأ لها، وان كان ده يدخلنا بقى في قصه كبيره قوي اللي هي ان احنا لازم نحمي الجيناتيك ريسورسز او الاصول الوراثيه بتاعتنا. تمام، واضح ان دور معهد بحسن البستين ما شاء الله يعني دور عظيم في الحفاظ على انتاج الفاكهه وغزاره انتاج الفاكهه في مصر. لكن خليني بقى ارجع مع حضرتك، يعني اهم القراءات اللي حضرتك يعني بتحب تقراها في اي مجال، يعني في المجال السياسي، الثقافي، العلمي، الديني، يعني هوايات حضرتك ايه؟ بقول لحضرتك انت الحلقه دي رجعت الواحد كتير والله يا دكتور، يعني هو ده الحلقه هدفنا يعني دكتور رجعت محمد. الواحد كتير. احنا في الفتره بتاع الثانوي يعني الجيل الجديد مظلوم، لان احنا واحنا في ثانوي تحديدا كانت متعتنا وسعادتنا ان احنا ناخد بعضنا ونلم من بعض كده فلوس ونحوش من مصروفنا عشان ناخد بعضنا وننزل على سور الازبكيه. كان الكتاب بيتباع بقرش وبثلاث تعريفه اللي هو 15 مليم طبعا يعني، الجيل الجديد وقرشين ما يعرفش يعني ايه قرش ولا تعريفه. فكنا ننزل نشتري الكتب دهيا. فيمكن في الفترة دي كانت أكبر فترة اللي هي بتاع الثانوي والجامعة، أكبر فترة الواحد قرا فيها. يعني مصطفى أمين قرينا له صحيفة جلال حب وسنة أولى حب وسنة أولى سجن، الدكتور مصطفى محمود اتقرا له حوار مع صديق الملحد ورحلتي من الشك للإيمان والعنكبوت، و الدكتور يوسف ادريس ملك القصه القصيره قرينا له كتير جدا، انيس منصور حضرتك بكتابات انيس منصور. انا اتذكر ان واحد من اعز اصحابي حب يهديني في عيد ميلادي فهداني كتاب اسمه غريب في بلاد غريبه، وكتب لي كده في الاهداء اتمنى من الله الا تكون غريب ابدا، الا تكون ابدا غريب في بلاد غريبه، يعني او في الا تكون غريبا في بلدك، ويعني بمعنى انك ما تكونش في بلدك غريب. يعني اتذكر هذا الاهداء منه. طبعا لي رحله حول العالم في 200 يوم انيس منصور، بالاضافه لعموده اللي كنا يعني لازم يتقري يوميا في الاهرام لو حضرتك تذكر له مواقف على ما اتذكر. احمد زين في الاخبار لن انسى كتابه اللي هو الى التي سالت اين الله، وده كتبه اهداء لطالبه جامعيه سالته اي الى اين الله. طبعا جنب الكلام ده هو في نجيب محفوظ الحرافيش والثلاثيه وذو المدى كتير، كل الكلام ده فعلا. واضح ان حضرتك ميال اكثر للقراءات الادبيه والروايات، يعني ادبيه وروايات. وجنب الكلام ده هو كسياسه يمكن طبعا الاستاذ ده ما فيش على الخلاف محمد حسن الهيكل، طبعا ده يعني بنقرا له كتير. انا يمكن كمان يعني ما ينفعش اقول الكلام ده انه يعني جوز اختي انا مش هقول اسمه، يعني هو اساسا كاتب سياسي من الدرجه الاولى، فانا من يعني قارئ جيد ليه. ده كرات سياسيه. يمكن اهم كتاب لو حضرتك تسالني اهم كتاب اثر فيك في الكتب دي ايه، هقول لحضرتك ولا كتاب يعني اثر بمعنى اثر، لان يمكن اهم كتاب اثر في تركيبه الواحد واتمنى من ربنا انه يكون فعلا اثر وعلم هو كتاب الله وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن الواحد قريت في الكتب الدينية، يمكن الواحد يمكن قرا برضه في فترة اللي هي بقى بعد الجامعة والمصحف. فعلا كتاب ربنا الواحد لما بيقعد معاه ويعني يناجي هذا المصحف بقلب صافي لا بيبقى في متعة لأنه يحتوي على كل شيء. يعني اتذكر اني في مره كنت في العمره، وعارف حضرتك هي ما بتكررش كتير اللي هقوله، يعني
انك تبقى وانت بتقرا كده على غفله تحس ان انت دبت مع اللي بتقراه، يعني انك قريب قوي. يعني يمكن كنت في المسجد النبوي وحسيت ان انا يعني ان انا قريب قوي، يعني ان انا دايب جوه المصحف يعني. فهو اجمل ما يمكن ان يقرا ويفضل كده يعلم في أكيد القلب هو أكيد كتاب الله أكيد طبعا أكيد. وهدي نبيه على اساس. طيب يعني غير المصحف الشريف، يعني هل حضرتك في كتاب معين بتحب تصاحبه معاك في اجازتك، في يعني في نهايه، في اجازه نهايه الاسبوع، في رحله، يعني حريص ان كتاب معين يكون معاك او لكاتب معين؟ هقول لحضرتك بمنتهى الامانه اللي بقى دلوقتي بنصاحبه في الاجازات بتاعتنا، حتى لو طالع الولاد طالعين بيبقوا في الصيف موجودين في الساحل، بطلع لهم ممكن خميس واقعد الجمعه وارجع السبت، ببقى واخد معايا يا اما بحوث لزميل ارجحها، يا بحوث بتاعه ترقيه، يا رساله بتاعه ماجستير او دكتوراه. للاسف ما بقاش فيه يمكن باش في وقت وقت يعني للقراءة في مجالات أخرى، لكن يعني ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يعني جرائد بعينها، يعني لازم أقرأ جورنال. لو ما قريتش الجورنال في يوم بحس إن أنا في حاجة ناقصاني كبيرة أوي. هل ممكن القراءة عبر النت أو كده ممكن تغنيك عن إنك تتصفح الصحف اليومية أو أي كتاب؟ هي تعوض، لكن الجورنال ليه ريحة، الورق ليه ملمس وطعم يحسها اللي قرا زمان. انا بس في مقوله يعني انا قايلها، يمكن كان عندنا ورك شوب قريب على الرمان، فالرمان العالم بره اكتشفوا قيمه الرمان بمنظر غريب واحنا اكتشفناه واخري. فقلت لهم مقوله كده، قلت لهم ما يحزنني وما يبكيني ان امه اقرا لا تقرا، واذا قرات لا تجيد الفهم. يعني هي دي مشكله، يعني احنا عايزين نقرا، الشباب الجديد مظلوم. دكتور محمد، يعني بمناسبة القراءة، في رأي حضرتك هل الشباب في تلك الأيام يعني يعتبر قارئ جيد، ولا التكنولوجيا الحديثة بعدته عن الكتاب وعن القراءة؟ هو يمكن بمنتهى الأمانة أنت بتدخل البيوت دلوقتي كلها عبارة عن سايبر، يعني كل واحد مع نفسه، كل واحد ماسك اللي ماسك اللاب. يعني أنا البيت عندي، أنا المدام اساسا يعني كانت محاسبه، وبعد ما اتجوزنا يمكن وانجبنا البنت الكبيره قعدت قدام الصقاله وقعدت يعني، وكان زميله ليا هنا. عندي بنتي في رابع اعلام انجليش، عندي الثانيه في ثالثه كمبيوتر ساينس، عندي الكابتن في اولى ثانوي، واخر العنقود بقى كي جي 2. يمكن هي الوحيده اللي فيهم اللي بتقرا، ليه؟ لانها بتقعد تعمل الهوم ورك بتاعها بس. ده غصب عنها يعني. غصب عنها. لكن الباقي كله عايش على النت بقى. لو عايز معلومه دلوقتي بيدخل على النت يجيبها. ايفن اللي في، حتى سامحني، اللي في اعلام، يعني اللي في اعلام ما بقاش زي زمان كتب وتقرا لا، ده دلوقتي عايزه فرضا تدخل على حاجه لنجيب محفوظ، بتدخل على الموقع بتاع على النت، بتدخل تجيب كتب نجيب محفوظ عايزها تقرا كلها الى اخره. فما بقاش الموضوع بالرغم انه بقى اسهل بكتير، لكن يعني الشباب ما بيقراش، الشباب اهتماماته اختلفت. المعلومه يعني بقت الحصول عليها سريع، سرعه، وبالتالي اعتقد استقرارها كمان داخل يعني تعبير وجدان الواحد لا يمكن ان تستقر. زي ايامنا الواحد كان بيتعب وبيقرا وبيسجل كده حتى في البحث العلمي. المعادن التي تسخن بسرعه تبرد بسرعه. ويمكن الالومنيوم كنا بناخد الالومنيوم والحديد، لما ده لو ده سخن وده ده يسخن بسرعه بس يبرد فورا. تمام. هي المعلومه كده، المعلومه لو توصل كده هو فعلا كل لما الواحد، عشان كده بقول لحضرتك الورق ليه ريحه. وانا لما بمسك ورق انا بحس اللمسه بتشتغل، لو اتكلمت بصوت مسموع شغلت لساني وشغلت عينيا وشغلت وداني، استعمال اكثر للحواس. تمام. وده بيرسخ المعلومه. بالنسبه لقراءات حضرتك، يعني احنا استعرضنا بعض الكتب بالنسبه لطه حسين وانيس منصور، هل في كتب معينه حضرتك يعني علمت في ذاكره سيادتك او ليها تاثير عليك؟ طبعا يعني اللي عايز يقرا ويشوف مصر زمان القديمه بفتواتها بالكلام دون ده ياخد سكه نجيب محفوظ. اللي عايز يقرا على الشباب وعمايل الشباب والكلام دون
ده يروح في السكه بتاعت كاتب يمكن نسينا اسمه، ما جاش في السكه كده، اللي هو احسان عبد القدوس، بيتنا رجل، وحاجات كتير للاستاذ احسان، او في سكه الدكتور يوسف ادريس هيلاقي السكه داير. عايز يقرا الحاجات الدينيه ويتعمق، هنبص نلاقي حاجه زي حوار مع صديق الملحد، ويمكن الدكتور مصطفى محمود ليه قصه كلنا عارفينها، اللي هي رحلته من الشك الى اليقين، او مشاكل الايمان او مشاكل اليقين. اللي عايز يقرا بقى ويشوف سياسه مغلفه زي ما بيقولوا كده، مغلفه بغلاف عاطفي واجتماعي، يقرا مصطفى امين يعني سنه اولى حب، ده سياسه. على سبيل المثال انيس منصور في كتابه مثلا رحله حول العالم في 200 يوم، حضرتك لو تقرا الكتاب بدون مبالغه وتعيش معاه هتلاقي انك كل يوم انت قاعد في بلد وعايش وسط البلد ده، تقوي جواك حب السفر والترحال اللي كمان ارواحه اشباح يعني. اللي عايز برضو يقرا في الحته دي يقرا. وكان في كاتب على ما اعتقد يعني ومش مشهور قوي، اللي هو الله يرحمه عبد العاطي حامد، كان كتب برضو حاجات على الجن والعالم الغيبي، فكتابات كتيره في مجال الشعر. يمكن كنا بنتخانق واحنا صغيرين مع بعض على القصائد بتاعت نزار قباني. على فكره الحاجات دي قد ايه بتسمو بنفس الشاب وهو في المرحله دي، وعشان كده احنا بنقول دلوقتي ليه الشباب بقى كده، يمكن لانه ما بيقراش. لو يقرا القرايه بتطهر النفس وبتزود المدارك. في نهايه الحلقه دكتور محمد، يعني عاوز نصيحه سيادتك بقى لشباب الباحثين. يمكن النصيحة، احنا عاملين جروب هنا اول ما مسكت المعهد، يمكن انا وكلت المعهد الاثنين الوكلاء بتوع الستات على فكرة، عشان تعرفوا قد احنا الستات واخدين حقهم معانا، في شك في كده يعني. والاثنين يعني انا بتوجه لهم بشكر انهم كفاءة عالية جدا. احنا عملنا جروب سميناه جروب شباب الباحثين. انا اول اجتماع قعدت معاهم قلت لهم احلموا، عايزين تشوفوا معهدكم بعد 5 سنين ايه. بس عشان تحلموا هقول لكم كلمتين اتنين، اللي هتحلموا بيه هو اللي هتقدروا تحققوه، عشان كده يا ريت تكبروا حلمكم. كبر حلمك واللي هتحلم بيه تحققه. وبناء على كده يمكن الشباب بدأنا خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله ندربه. احنا دلوقتي عندنا مجموعة شباب بنطمع بيها ان في خلال 3 سنين نعمل صف تاني، ويمكن ده سامحني يمكن مشكلة موجودة دلوقتي في معظم قطاعات الدولة، في جميع الوزارات، الصف التاني مش موجود. لا احنا معنا دلوقتي شباب على فكرة في المجموعة دي بيتكلم انجليزي، بيتكلم ايطالي، بيتكلم اسباني، بيتكلم برتغالي، يعني معنا شباب يفرح، شباب مع دي البساتين شباب يفرحوا. الكلمه اللي بقولها كمان بقول لهم دايما، انتوا عاملين زي قطع الماس الذهب اللي على تراب، انتوا كل محتاجينه حد ينفض الكلام ده عشان يتحقق محتاج حاجه واحده بس، محتاج الاخلاص. يعني لو كل واحد اخلص في اللي بيعمله اكيد يسيب النتائج لربنا، ده في جميع المجالات، وربنا ويعني ربنا يعني لما يبقى قدرات شباب، شوية شباب قدراتهم مع إيمانهم بهدف، مع سعيهم لتحقيق الهدف ده هون، مع إيمانهم بأن ربنا هيكافئهم لو الكلام ده حصل، مفيش زي ما بقول لهم لو حلمتم مفيش حد هيقدر يوقف حلمكم. أكيد دكتور محمد. وعادة ما يقاس المدير الناجح بمدى خلقه لصف تاني في الإدارة، يعني دي مهمة جدا. يعني أتمنى من ربنا أن يعني ما يبقاش الموضوع موضوع احنا عارف حضرتك يا دكتور، احنا كلنا قاعدين يعني فتره كاتم بري، كل واحد بيقعد حبه وبيمشي طبعا. لو قدر خلال الحبه دي ان يخلق جيل جديد أكيد. يعني مش يخلق يعني يكون يعلم. يكون ويعلم جيل جديد يعني أكيد. لو قدر يعمل ده اكيد لسبب بسيط، اليومين اللي جايين هم يومين الشباب، هم خلاص يعني البلد دي مش هتقف الا بالشباب. ممكن كلمه الرئيس اللي ربنا يعني يحفظه ويخليه فعلا قالها، قال للشباب انا عايزكم. هم دول اكيد الشباب هو عماد هذه الامه ان شاء الله، وهو يعني المستقبل وهو الامل ان شاء الله بكره. يعني انا سعيد مع حضرتك في هذه الحلقه، يعني حضرتك شرفتنا، وسعيد بكل هذا الحديث الرائع، وان احنا يعني نجحنا في ان نرجع حضرتك للذكريات الجميله.
انت الزمن حضرتك الجميل. رجعتني ذكريات جميله، بس ما رجعتنيش شباب يعني. لا لا لا، وحضرتك ياريتكم في شباب، حلقه ترجعنا شباب. وحضرتك شباب. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد الجليل، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. بشكر حضرتك يا دكتور محمد على هذا اللقاء. كل الشكر لك يا دكتور ولأسرة القناة المحترمة، وأطيب أمنيات اليوم بالتوفيق. ولكم أيضا أعزائي المشاهدين جزيل الشكر على كرم المتابعة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.